وما تبعهما من تلويث للحياة السياسية وتكريس لمناهج استثمار استباحية للمال العام، مما أدى إلى أزمة ثقة عميقة بين سلطة غائبة ومغيبة ومواطنين مقيدين خاب أملهم. لقد كان انسداد الأفق السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة عشية فبراير 2019 أن كادت أن تعصف بمقومات أمتنا ويفسح المجال أمام الجهات المتربصة بأمتنا ووحدتنا لتلحق بها ما عجزت عنه خلال سنوات طوال. غير أن الهبة الوطنية المباركة لشعبنا الأبي وتلاحم الجيش الوطني الشعبي معه أحبط مخططات المتآمرين وبعث من جديد حلم إنشاء جمهورية جديدة فخورة بماضيها ومتطلعة لمستقبل أفضل لأبنائها وشبابها. ولم يكن بوسعي بعد كل ما كابدته من سبيل التغيير أن أتخلف عن نداء الملايين من أبناء شعبنا المطالبين بإنقاذ بلادنا، ولم يكن البرنامج الذي قدمته للشعب الجزائري حينها إلا ترجمة وفية لتلك المطالب المشروعة والطموحات التي نادى بها الحراك المبارك الأصيل، والذي حظى والحمد لله بموافقة الشعب الجزائري خلال الانتخابات الرئاسية باعتباره أرضية لإطلاق مسار شامل لإحداث تغيير حقيقي يسمح بالتقييم الوطني ويتيح لشعبنا العيش في جزائر ديمقراطية ومزدهرة وفية لقيم نوفمبر المظفر في ظل دولة ذات طابع اجتماعي. سيدات فضليات، سادة الأفاضل، لقد عاهدت الشعب الجزائري الذي قلدني ثقته الغالية أن أعمل دون هوادة من أجل التأسيس لجمهورية جديدة عبر نهج إصلاحي مبني على 54 التزام، ولأول مرة مرشح لرئاسيات يكتب التزاماته كشفوي حتى يسمح لكل من يريد المحاسبة أن يحاسب كما يقول. ما هو مكتوب يبقى، وما هو شفوي يروح. إذن التزامات 54 تيمنا بنوفمبر 54، ويتوزع على 5 محاور رئيسية شكلت خلال السنوات 4 الماضية الإطار العام لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، والتي تمثلت في أولا تبني رؤية سياسية واضحة المعالم، اعتماد خطة اقتصادية باعثة للنمو والتنمية، انتهاج سياسة اجتماعية وثقافية ملائمة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ووضع سياسة خارجية ديناميكية واستباقية باعثة لدبلوماسية متجددة،
تنفيذ استراتيجية معززة للأمن والدفاع الوطني واسترجاع هيبة الدولة ومحاربة الفساد وأخلاقة الحياة السياسية والاقتصادية. ولا يفوتني قبل أن أتطرق إلى هذه المحاور أن أشير إلى التحديات الجمة التي واجهت مسار تنفيذ هذا البرنامج، بداية من الأزمة الصحية العالمية التي فرضت علينا مثل باقي دول العالم، والتكفل المستعجل بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثاره السلبية على مختلف الأصعدة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها. لقد سيرنا الأزمة بنجاح والحمد لله، ولعب الجيش الوطني الشعبي دورا رائدا، وجلبنا منذ الساعات الأولى اللقاحات والاحتياجات الصحية الضرورية التي استعصى تحصيلها على العديد من الدول. عبر جسر جوي لإنقاذ أرواح المواطنات والمواطنين، ووفرنا لهم سبل العزل الصحي والإقامة على نفقة الدولة، خلافاً لكثير من البلدان التي كانت تشترط دفع التكاليف العزلة على رعاية، ولم يجد حينها الحاقدون المتربصون الباغضون من بقايا العصابة سوى اللجوء للتخريب، تخريب قارورات الغاز وصهاريج الأكسجين في المستشفيات، ونشر فيديوهات مزورة لتضليل الرأي العام والتعدي الجسدي على السلك الطبي وشبه الطبي، لخلق حالة من انعدام الأمن وإحداث الشلل في المنظومة الصحية، لتحقيق حلمهم الخبيث لزعزعة الاستقرار وانهيار الدولة وعرقلة بناء الجزائر الجديدة، وهو ما دفعني لاتخاذ قرارات من أجل حماية ما نسميه الجيش الأبيض وهو مشكور. لمحت على بعض التصرفات تاع الحاقدين على هذه البلاد، يعني يرضوا الموت للجزائريات والجزائريين باش الدولة تنهار، يعني باش أغراضهم سوداء تتحقق على حساب أرواح الجزائريات والجزائريين. هذا يعني الدروة في الكراهية نتاع بلادهم ومواطنيه. يضاف إلى ذلك التداعيات الوخيمة لحالة الاستقطاب على المستوى الدولي عقب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، التي ألقت بدلالها على واقع اقتصادي عالمي متأزم، لتعيق مسيرة تعافية لا سيما بسبب اضطرابات سلاسل التموين وما نجم عنها من ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والطاقة. وقد لجأت بقايا العصابة إلى خلق ندرة مفتعلة في المواد الغذائية وحتى في السيولة المالية لضرب الاستقرار وزرع اليأس لدى المواطن وفقدانه الأمل وزعزعة علاقة الثقة بينه وبين الدولة. كل وسائل استعملت لتطبيق المخطط الذي كان مسطر للجزائر قبل الانتخابات، بما يسمى مرحلة انتقالية وما يسمى دخول في الصف تاع الدول العربية وغير العربية التي زعزع استقرارها إلى يومنا هذا. إذن لجأوا إلى كل الوسائل، إشاعات، الفيديوهات، خلق أزمة تغذية وإن ما كانش تغذية. إحنا آنذاك
الطاقات نتاعنا، طاقة التخزين، كانت تساوي ضمان لما يقارب 8 أشهر للتغذية. استعملنا كل وسائل في المطاحن، ضعفنا لهم المادة الأولى حتى يلبي الطلبات نتاع كل المواطنين، ولكن أمور كانت تدبر بليل. ولما استرجعنا العافية والتوازنات بين الولايات في بعض المواد الأساسية، وجدنا أن بعض الولايات في شهر قناطير تحسب على كل مواطن، يعني وجدنا السميد والدقيق، وجدنا حشاكم في المزابل كان يعطوه الأغنام، كانوا يخرجوا خارج الوطن، المهم يخلق أزمة. ورغم هذه الظروف وما صاحبها من تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جوارنا المباشر، لم ندخر جهدا لبعث الحركية المطلوبة من أجل تنفيذ برنامجنا، بداية من الإصلاحات الدستورية والسياسية الرامية لترسيخ دولة القانون وتحصين مؤسساتنا السياسية الرامية لتوسيع دولة القانون وتحصين مؤسسات الدولة ضد أي انحرافات، مروراً بالإصلاحات الاقتصادية العميقة الهادفة لتنويع الاقتصاد وصولاً إلى التكريس الفعلي والمنصف للطابع الاجتماعي للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطن، وذلك كله بالتوازي مع إطلاق ديناميكية استباقية للسياسة الخارجية ومواصلة تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطنيين صونا للأمة وحفاظا على مصالحها العليا. لا أطيل الكلام عن الوضع الاقتصادي الذي كان تعيشه البلاد آنذاك، فأنتم مطلعون على كل تفاصيل، يعني مثل ما يقولوا بالعامة ما نجيش ندير الموس في الدبرة. وصلنا لدرجة وين القروض البنكية لمدة سنوات وصلت إلى 5000 مليار دينار لم يسدد منها 10%، كل شيء كان يتحول إلى الخارج في فنادق فخمة وفي شراء عقار وفي إلى آخره. أيتها الأخوات الفضليات، أيها الإخوة الأفاضل، لقد شكلت استعادة الثقة في مؤسسات الدولة الانشغال الرئيسي لعملية الإصلاح السياسي الذي عملنا على تنفيذها بشكل متدرج، بداية من المراجعة العميقة للدستور الذي زكاه الشعب الجزائري في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 باعتباره الإطار المرجعي لترسيخ ركائز دولة القانون وتعزيز المؤسسات والممارسات الديمقراطية، وخاصة عبر تحديد الصارم للعهدات الرئاسية والانتخابية بصفة عامة، والتأسيس لفصل حقيقي بين السلطات، وتعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، واستقلالية القضاء، وتقوية الضمانات المتعلقة بحماية الحريات والحقوق، وترقية القضاء الدستوري بإنشاء المحكمة الدستورية عوض المجلس الدستوري. واتبعنا كذلك بسلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة التي سمحت بمواءبة المنظومة القانونية مع الدستور الجديد، وصولا إلى تنصيب مختلف الهيئات المستحدثة والعمل من أجل بروز
جيل جديد من المجالس المنتخبة إثر الاستحقاقات التشريعية والمحلية التي تم تنصيبها تباعا. لقد سمحت هذه المبادرة بإعطاء دفعة قوية لالتزاماتنا بأخلقة الحياة السياسية وهيئة ظروف الاستئناف عمل مختلف المؤسسات في مناخ سليم يسوده القانون وتعلو فيه المصلحة العامة وتحفظ فيه الحقوق والحريات. كما لم نتوانى خلال هذه الفترة عن تكثيف الجهود لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله ووضع حد لتبديد المال العام، فضلاً عن النتائج المرضية المحققة في سبيل استرجاع الأموال المنهوبة. على سبيل الذكر لا الحصر، لقد استرجعنا من ممتلكات وعقار ووحدات صناعية ما يفوق 30 مليار دولار. أما الأموال المهربة إلى الخارج فلا زلنا باتصال مع الدول الأوروبية وأبدوا استعدادهم لمساعدتنا لاسترجاع أموال الشعب التي هربت إلى بلدانهم. سيدات فضليات، سادة الأفاضل، لقد جعلنا سنة 2023 سنة الإصلاح الاقتصادي بامتياز، حيث أطلقنا ورشة كبرى لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثورة ثروة وتحرير المبادرة من خلال إصلاحات عميقة وواسعة جاء في صدارتها القانون الجديد للاستثمار وفق تصور يتماشى مع متطلبات تحسين مناخ الأعمال ويضمن الاستقرار والأمن القانوني ويكرس الشفافية والمساواة بين المتعاملين ويحقق القطيعة الصريحة مع الممارسات البائدة السابقة. علاوة على ذلك، المنظومة الجديدة لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار الذي ترمي إلى ضمان توجيه رشيد وشفاف للأوعية العقارية وفق مقاربة اقتصادية مدروسة. كما حرصنا بالموازاة مع هذه الورشة على تنفيذ العديد من الإصلاحات الأخرى لمرافقة الديناميكية الاقتصادية المنشودة، ولا سيما من خلال المراجعة العميقة للقانون النقدي والمصرفي وتسريع وتيرة ترقية الحكامة المالية وتحسين حكومة المنظومة البنكية، فضلاً على الدفع قدماً بمسار الرقمنة في مختلف القطاعات لا سيما تلك المرتبطة مباشرة بمجال الاستثمار. هذا جعلني ألح منذ سنوات وأصر على رقمنة البلاد، لأن كل مسار في البلاد كان تحت غطاء ضبابية كلية، ولا أحد يرى ولا أحد يسمع، كل شيء يدبر بليل ويدبر تحت الطاولة، حتى أصبحنا بالتقريب نجهل كثير من الأمور على اقتصادنا وعلى احتياطاتنا وغيرها. إذن دخلنا في الرقمنة، وأعتقد أن الفصل فيها نهائيا، خطينا خطوات كبرى في وزارة المالية،
في وزارة التربية وفي وزارات أخرى، وأعتقد أن نهاية السداسي الأول تاع سنة 2024 نكون انتهينا من عملية الرقمنة. وكل من يريد أن يطلع على أي شيء يدرك على زر تجي كل المعلومات. يعني ما نعطيكمش التفاصيل تاع الضبابية وتاع، وصلنا إلى ما يقارب 25,000 شركة وهمية تستورد وتنزل أموال طائلة تاع الخزينة. المهم الكابوس هذا تهنينا منه والحمد لله. كما حرصنا بالموازاة مع هذه الورشة على تنفيذ العديد من الإصلاحات الأخرى بمرافقة الديناميكية الاقتصادية المنشودة، ولا سيما في خلال المراجعة العميقة لقانون النقد مثل ما قلت، وواصلنا العمل على تطهير المجال الاقتصادي والتجاري وإدراج أنشطة التجارة الموازية في المجال الرسمي، لأن كان هو العبء، أكبر عبء على الاقتصاد تاعنا هي الاقتصاد الموازي. فلازلنا وسنبذل كل الجهود اللازمة لإدماجه في الاقتصاد الوطني. وأولينا اهتماما خاصا لإنشاء نظام بيئي وطني للمؤسسات الناشئة باعتباره قطاعا واعدا لحامل المشاريع من الشباب المبتكرين لتمكينهم من كسب رهان اقتصادي المعرفة وضمان مساهمتهم في خلق الثروة وتجسيد التحول الرقمي. أنا أفتح قوس بسيط فقط لأشير أن هذه كانت من التزاماتي أني سأضيع الثقة في الشباب سياسيا واقتصاديا لخلق جيل جديد من المقاولين، وعلى أساس ذكر المؤسسات الناشئة لستارت اب كنا احنا آخر دولة في إفريقيا. اليوم تصنيفنا رافل يعني في وسط قائمة تاع الفريق، وإن شاء الله نمشي إلى أبعد. بالإضافة إلى هذه الإصلاحات المعيارية عملنا بشكل مكثف من أجل إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة خاصة في قطاع المناجم، وذلك يهدف بهدف تثمين الموارد المنجمية المعتبرة التي تحوزها بلادنا وتنويع الصادرات وتحريك عجلة التنمية في مختلف المناطق المعنية بتجسيدها. على ذكر المناجم، أنا كنت أسس لوزارة، وزارة المناجم، لمال المناجم من قيمة اقتصادية واضحة. يعني اليوم لما نتكلم على المناجم، المناجم هذه كانت موجودة منذ الاستقلال وما تطرقنا لهاش، يعني باقيين يعني شادين إلا في البترول والغاز، وإحنا عندنا كل المناجم ممكن تواجدها موجودة عندنا، ولها قيمة تكاد تساوي قيمة المحروقات. تكلم على جراج بيلت، ثاني أو ثالث احتياط منجمي للحديد في العالم، وإحنا نستورد الحديد، نستورد المادة الخامة، لأن المنجم الحالي جبل عنق ما يكفيش، لأن تطورت الأمور، أصبحنا اليوم نصدر. على ذكر التصدير، حتى 2015-2016 كنا نستورد الحديد، ملايين الأطنان من الحديد نستوردها لبناء السكنات ولبناء بصفة عامة.
اليوم رانا نصدر، الانتاج تاعنا كان يدور حول مليون، طلع للمليونين. اليوم رانا ما يقارب 5 ملايين طن انتاج. نعطي الارقام هذه يعني دليل قاطع ان العزيمه والروح الوطنيه العاليه تعوض كل شيء، تعوض المال وتعوض كل شيء. نطمح الى تصدير 5 ملايين طن بالنسبه للسنه المقبله ان شاء الله. الحديد نتاعنا راه يمشي للولايات المتحده، راه يمشي لاوروبا، راه يمشي لافريقيا. اين كنا واين اصبحنا؟ نتكلم بنفس الشيء على الاسمنت. الاسمنت الناس اللي مارسوا في السكن واللي عرفوا خبايا السكن ان حتى 2016 كنا نستهلك ما يقارب 22 مليون 23 مليون طن من الاسمنت، نستورد منها ما يقارب 3 ملايين. اليوم انتاجنا بالكلينكر يعني اللي مازال ما ترحش واللي راه يتصدر اون ليتا كيما راه، وصلنا 40 مليون طن. يعني تصور من 20 مليون طن في 2016 2017 اليوم الى 40 مليون طن. اصبحنا بالتقريب احنا الممول الوحيد اللي عنده هذه القدرات في افريقيا، ونمولوا حتى اوروبا. اليوم راهم يستوردوا اما الكلينكر اما الاسمنت. اذا بلادنا بدات تخطو خطوات عملاقه في التصنيع وفي التصدير. ولما نتكلم على التصدير نتكلم على الانتاج الوطني. الانتاج الوطني كان غايب او مغيب، مغيب لسبيل الاستيراد، لأن الاستيراد يساوي تضخيم الفواتر ويساوي خلي حاجة وراء الحدود. اليوم الإنتاج الوطني وصل إلى مستويات يعني حتى الخصوم تاعنا ما همش فاهمين واش صرا في هذه البلاد هذه. الجواب بسيط، هو الميدان الاقتصادي والميدان المالي أصبح أكثر أخلاقا. فيه أخلاق أولا، فيه إرادة تاع الجزائريات والجزائريين للنهوض باقتصادهم. بعد ما يفوق 30 ولا 40 سنة لم تصدر الجزائر خارج المحروقات أكثر من 1.8 مليار كان هذا هو أقصى حد للتصدير آنذاك. في 2022 وصلنا إلى 7 ملايير دولار خارج المحروقات. راه غير لساني اللي يقولها 7 ملايير دولار، معناه باللي مصانع تبنات ودخلت في الإنتاج وخلقت مناصب شغل وخلقت الثروة ودخلت عملة صعبة للبلاد. وخرجنا من الكلام السياسوي، نبني اقتصاد متحرر من المحروقات. ها هو الاقتصاد متحرر من المحروقات. غدوة إن شاء الله لما يبدأ منجم كراج بيلات يشتغل بالطاقة القصوى نتاعو والمصانع نتاع الصلب تشتغل بالطاقة القصوى تاعها بما فيه الفوسفات تاع بلاد الحدب حتى العنابة، يعني نوصلوا نولوا احنا الدولة الأولى أولى في تصدير الفوسفات. وانتم تعرفوا قيمة الفوسفات لدى الفلاحين ولدى في تخصيب الأراضي الفلاحية. وسديد تعليمات لكل المسؤولين على المناجم أننا في آخر المطاف نجتنب تصدير المواد الخامة على أصلها. لازم تحول.
لأن التحويل يجيب قيمة إضافية ويشغل الناس ويخلق مناصب شغل وتصبح المداخل أوفر. على سبيل المثال حتى سنة 2021 كنا نستورد ليسانس البنزين، منعت السيد الوزير موجود، منع بات بداية 2022 أن نستورد ولو ريش الواحد من البنزين. اليوم رانا ننتج البنزين تاعنا، كل البنزين تاعنا رانا ننتج فيه وراني نصدر البنزين. وباش نديروا مصفات أخرى حتى ما نصدرش البترول بصفة خامة، نصدر البنزين ونصدر الغازوال ونصدر الأمور هذه أحسن، قيمة تجارية عالية مرتفعة جدا بالنسبة للمادة الخامة، وما نبقاش ساجين البورصات. وبصفة عامة لما نغطي الحاجيات نتاعي كأني صدرت، يعني ما نصرفش الإمكانيات المالية نتاعي بالعملة الصعبة، ما نصرفهاش في التصدير في الاستيراد، ننتج. اليوم فيه إنتاج وطني قوي وراكم شفتوا، وإن شاء الله السنة المقبلة نحطكم كل باش تزيدوا تزوروا معرض الإنتاج الوطني تشوفوا مفاجآت أخرى إن شاء الله. تحية الجزائر. ربي يجيب الخير إن شاء الله. شكرا على إبداء الثقة. وفي آخر المطاف من خلالكم نخلو كلمة للشعب الكريم إن شاء الله. وبالإضافة إلى هذه الإصلاحات المعيارية عملنا بشكل مكثف من أجل إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة في البلاد على غرار سكة الحديدية من تندوف، حلم الأحلام. ولا واحد كان يحلم، مجرد حلم، أن في يوم من الأيام السكة الحديدية تمشي من تندوف توصل العاصمة. كما ستصل، وأتعهد به أمامكم ومن خلالكم أمام الشعب، نوصل السكة الحديدية لطمن راسة وأضرار إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وما هيش بعيدة. كما حرصنا على تعزيز المنشآت القاعدية لمرافقة هذه الحركة الاقتصادية ومنح بلادنا قدرة أكبر في استغلال موقعها الهام، ولا سيما في مجال إنشاء السكة الحديدية وتوسيع شبكات الطرق وتوزيع القدرات الوطنية في مجال تحلية مياه البحر. وهذه نقطة أخرى، لما إن شاء الله، وأعتقد أن هذا الشيء يكون ممكن في سنة 2025، المنيعة تكون مرتبطة بالسكة الحديدية. إذن الكابوس اللي هلوس الفلاح في المنيعة ينتهي، عنده إنتاج يديره في القطار يوصل الوهران، يوصل للجزائر، يوصل العنابة، يوصل قسنطينة إن شاء الله. إذن هذه هي التنمية الحقيقية
وهذا هو لما نبتعد عن تصرفات سياسوية ندخل في صلب الموضوع. صلب الموضوع هو تقوية بلادنا. وهنا نذكر ما قاله شاعر ثورة رحمه الله: إن الجزائر آية الشعب حررها وربك وقع. واذكر الجزائر وصغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركع. يسمحوا لنا اللي ما يأمنوش بهذه الأمور، احنا نأمنوا بها. هذه تربيتنا من بعد الله عز وجل الوطن، كاش حاجة أخرى. إن البوادر الإيجابية لهذه الإصلاحات التي يمكن معاينتها تبعث على الكثير من الارتياح، خاصة فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو مستقرة في وقت لا زال الاقتصاد العالمي يشهد فيه انكماشا كبيرا، وهو ما سمح بتسجيل فائض تجاري مربح يضاف إليه مستويات غير المسبوقة التي بلغتها الصادرات الوطنية. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في 2019 تتذكروا آنذاك التصريحات السياسية والسياسوية أن البلاد ما بقاوش فيها دراهم وممكن الشهر الجاي ما تخلصوش، وجوع كلبك باش يتبعك. احتياط الصرف كان 27، كان 42 مليار بالتقريب أنا ذاك، ما يكفيش. وكل الناس تتنبأ في الداخل وفي الخارج، لأن منطلقين من مبدأ أن الجزائر استوردت في وقت ما 60 مليار دولار، قال عندهم 40 وما يحتاجوا 60، إذن يمشوا للمديونية. ما نمشيش للمديونية. لأننا نعرف قيمة المديونية، نعرف قيمة المديونية وآثارها على النخوة الجزائرية وآثارها على كلمة الحق نتاع الجزائر. عشت مرحلة كنت عضو في حكومة اللي مشات المديونية. ما واش نحكي لك، يعني ترميز زيت على النار، تحرم المواطن من أدنى حقوقه. إذن ما مشيش المديونية، كل ما في الأمر أن الراجع نفسي والراجع اقتصادي ما هو غير ضروري ما نستوردوش ونعوضه بالإنتاج الوطني. بتوفيق من الله عز وجل والوطنيين الأحرار اللي اشتغلنا مع بعض وصلنا لهذه الموازنة الجديدة. بدأت زدنا وصلنا في تقوية الإنتاج وعدم الاستيراد بدون حرمان المواطن من أي شيء، رغم محاولات أخرى لخلق البلبلة وخلق الندرة تاع بعض المواد. وصلنا اليوم الاحتياط نتاعنا راه ضعف، بالتقريب ضعف الاحتياط اللي وجدناه. ما قلناش حنا كاين البلاد غنية، البلاد اللي كان يخطوها اللصوص تمشي بعيد. إذن اقتصادنا يتقوى إن شاء الله ويزيد يتقوى أكثر. اليوم احتياطنا الصرف الحقيقي راه يفوت 70 مليار دولار، كان ب40. صح سعر النفط والغاز داخل فيه شوية، ولكن العزل كان بدأ يتسجل لما كان برميل النفط يسوى 140 دولار أنا ذاك، لأن 140 دولار كانت تخرج منها 80 دولار للخارج. إذن
ماهوش إلا السعر، فيه إرادة قوية تاع ناس وطنيين أحرار اللي تصدوا المشاكل المطروحة. لو كان نبدأ نذكر لكم كل الثغرات اللي كانت موجودة في الاقتصاد، نبقى معكم حتى الغدوة إن شاء الله. شيء رهيب، شيء رهيب يعني يقول لك، يعني اللي تكتر الإنتاج الوطني تاعك باش تسمح للناس يستوردوا، ويستوردوا الاستيراد كان مبرمج على أساس تخريب البلاد. كانت فيه إجراءات مالية اللي تخلي التسديد يكون قبل ما يبعثوا لك السلعة، لما بعتش ما يبعث لكش الكونتينر، لما سددتش ما يبعث لكش الكونتينر تاعك. وين وصلنا؟ حتى سنة 2021 جونا دي كونتينر فيهم الحجر، جاونا دي كونتينر حشاكم حشاقدركم فيها مزابل لي بوبيل تاع لي زوردير ميناجير وخالصين. قال خلصت، واش ندير؟ خلي البابور يدخل. إذن نعطيكم بعض المعطيات حتى تكون مقياس بالنسبة لكم، يعني صح الكمال لله، ومازال المشوار بعيد بزاف، ولكن الخطوات الأولى الحمد لله جابت نتيجتها، ونزيد نواصل. إن شاء الله. تحية الجزائر. وفي هذا الإطار قمنا بتنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات، باش ما يبقاش قرار تاع شخص أو شخصين تاع الرئيس ولا غير الرئيس، فيه مجلس هو اللي يدرس الأوضاع ويسمح بالاستيراد ولا ما يسمحش حسب الإنتاج اللي موجود. وهنا كذلك تدخل الرقمنة، لما نوصل للرقمنة نولي نعرف الإنتاج تاعي بدقة. العجلات المطاطية التي تصنع في سطيف كنا نستوردها، وكانوا ضاربين عليه حصار باش يستوردوا المطاط. اليوم رانا في نقاش مع فيات باش يستعمل المطاط الجزائري، وراني نحط في الإخوان والأخوات باش كذلك قطاع الغيار نصنعه هنا، جزء من قطاع الغيار يصنع هنا، وإلا ما أصبحناش عندنا صناعة ميكانيكية. لكن التركيب وحده التركيب ما يفيدش، التركيب هو استيراد. إذن قمنا كذلك بتسهيلات للإنتاج الوطني لخروج الإنتاج خارج نحو إفريقيا ونحو دول شقيقة ودول صديقة. احنا نتكلم على الجزائر، وضعها في إفريقيا. أنا باش نمشي لداكار خصني نفوت على باريس، باش نمشي لأديس أبابا نفوت على عاصمة أخرى. ونقول إفريقيا والجزائر إفريقية، فتحنا اليوم فيه بواخر تمشي من الجزائر، من الشواطئ الجزائرية إلى شواطئ السنغال في داكار، اللي يحب يصدر الباخرة موجودة بلا ما ندير في الشاحنات. نفس الشيء بالنسبة لموريتانيا الشقيقة، فتحنا الخط البحري، فتحنا خط بحري مع إيطاليا، فتحنا خطوط جوية مع أغلب الدول اللي عندنا علاقات كثيفة معها. ما يمكنش أن نكون يعني عضو بارز في الاتحاد الإفريقي وما عنديش طائرات تمشي لعاصمة الاتحاد الإفريقي اللي هي أديس أبابا. اليوم موجودة. إذن إعادة توجيه القدرات تاع البلاد إلى ما فيه فائدة سياسية واقتصادية للبلاد. خلقنا
معارض دائمة في بعض الدول شقيقة وصديقة، اللي خلات اليوم المنتوج الجزائري مطلوب. ما نبقاش في النظريات، أنا ندير معرض دائم، ما نذكرش الدول، يجوا المتعاملين الاقتصاديين يزوروا، يجوا المواطنين نتاعهم يزوروا، يجوا يشوفوا المنتوج الوطني. أصبح اليوم المنتوج الوطني عنده رواج كبير في إفريقيا. حنا نعرف مثل ما قلت لها لكم، قلتها ربما الناس أخرين، قلتهاش في لقاء كريم مثل هذا، أن كنا نظن أنفسنا أننا نصنع، كنا نركب، نجيب أجزاء تاع برادة بالثلاجة ولا أجزاء تاع التلفزيون ولا، ونركب وقال عندي تم. لا، شرطنا أن يكون جزائري بنسبة 70% بالأقل. اليوم الإنتاج نتاعنا بالنسبة للثلاجات كان باقي الكمبريسور، راكم شفتوا في المعرض الوطني، باش يدخل في الإنتاج عن قريب، وتصبح الثلاجة جزائرية 100%. بلاد بقوة الجزائر، بإرادة الجزائر، بشباب الجزائر، بلاد اللي تخرج 250,000 جامعي سنويا، قال لها مسؤولة الأمور. عندنا آلاف المهندسين، عندنا آلاف، أعطيهم فرصة برك يخلق لك اللي حبيت. إذن دخلنا في منافسة أخرى بين الجزائريين، شكون يخلق أكثر من الآخر، المواد اللي تصدر ولا تعود للاستيراد. إذن هالأمور يعني واضحة، ربما نهار اللي نديروا الحصيلة النهائية تبرز للعيان بصفة واضحة، ولكن هذه هي سياستنا، هذا هو التوجيه الاقتصادي تاعنا، التوجيه الاقتصادي اللي يتماشى مع الرغبة تاعنا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، باش وصلنا ننتج الزيت تاعنا. لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج. اليوم رانا ننتج، بدينا ننتج الزيت نتاعنا من الفلاح اللي بدا ينتج الحبوب نتاع الزيوت إلى المصنع، وإن شاء الله أقصاها السنة المقبلة ننتج السكر نتاعنا. هذا هو التقدم، هذا هو الاقتصاد. الاقتصاد ما هوش أنك عندك ظرف مساعدك نتاع ارتفاع أسعار المواد البترولية تستورد واش حبيت، لا، فيه أجيال راها جاية لازم نفكر فيها ونخلي لها مصانع ونخلي لها قوة اقتصادية اللي ما نربطش مصيرها بالنفط وأسعار النفط. إن النتائج المحققة في مجال ترقية الإنتاج الصيدلاني وإعادة بعث صناعة السيارات والفرص الكثيرة التي أتاحتها سياسة تعزيز الأمن الغذائي خاصة في مجال الزراعة الاستراتيجية والصحراوية تشكل بداية مبشرة للرقي الاقتصادي الوطني إلى مصاف الاقتصادات صاعدة في العالم. احنا بالنسبة للإنتاج الصيدلاني، انتم تتذكروا أول حكومة خلقت فيها منصب وزارة صناعة صيدلانية، لأن أعرف قدرات الجزائر في الإنتاج الصيدلاني، عشتها ميدانياً، ونعرف بلي تقهقرنا من أجل الاستيراد، تكسير الإنتاج الوطني من أجل الاستيراد.
وعلى سبيل الذكر السي علي عون راه موجود هنا، كان مدير عام سابق في صيدل. صيدل كانت تغطي ما يقارب 40% من الحاجيات تاع بعض الأدوية تاع الوطن، جيفوها خنقوها وصلت ل 3%، والفهم يفهم، من 40% تاع تغطية الحاجيات هبطت ل 3% من أجل استيراد، استورد الأسبيرين واستورد هذه واستورد هذه واستورد هذه، وسير فاكتوراسيون وخلي وخلي وخلي. ها وين وصلنا؟ اليوم صيدا راها بدات تعاود تطلع، راها تنتج الانسولين، مشروع تاع الانسولين موجود منذ 15 سنة، ولكن الناس ما يساعدهاش ينتج، يساعدها استيراد الانسولين، ومش غير الانسولين، لقاحات أخرى. إذا النهضة الصناعية راها ماشية ربما تدريجيا في الخفاء بدون إشهار كبير عليها، ولكن نهار اللي الشعب الجزائري يستفيق يلقى روحو عنده صناعة. اليوم مش معجزة نتاع البنك العالمي ولا تاع النسبة المئوية للنمو الاقتصادي في أوروبا، راه يدور حول 2.5-3%، أحسن الاقتصاديات عندهم 3%. دول نعرفها قوية، قوة الخامسة اقتصاديا وعسكريا، راها تدور في 1.2%. حنا رانا باعتراف من البنك العالمي هذه أسبوع عندنا النسبة المئوية تاع النمو 4.2%. البنك العالمي في التقرير الأخير تاعو عنده أسبوع مع صندوق النقد الدولي يصرح أن الجزائر من الدول القلائل اللي ما عليهاش مديونية، ومطروح ما هيش ماشية، ما فيش مؤشرات اللي تخليها تمشي عن قريب المديونية. نفس الشيء بالنسبة لايفا، الأمم المتحدة معترفة أن الجزائر في أفريقيا تكاد تكون الدولة الوحيدة أو الثانية اللي عندها مناعة من مشاكل تغذية. ماشي إن شاء الله مساعدة الفلاحين تاعنا، ورقم شفتوا جا الجفاف عوضنا الفلاحين وعطيناهم زريعة يعني مجانا باش ربي هذا العام إن شاء الله يجيب الأمطار، نخلف العام اللي فات نتاع الشيء اللي النكبة تاع العام اللي فات إن شاء الله. اليوم احنا نستهلك ما يقارب 9 ملايين طن من الحبوب، مختلف الحبوب، ما ننتجش منها أكثر من نقرب 5 ملايين، يعني ننتج النص ولا أكثر من النص بشيء قليل. بلاد شاسعة واسعة مثل هذه، يعني معناه باللي ما زلنا في الفكر أن عندي الفلوس نستورد القمح وخلاص، هذا ما لا ما استوردش. إذا نستورد أمور اللي ما نقدرش نتهرب من استيرادها، ولكن الأكل تاعي عندي إمكانيات بلاد شاسعة واسعة، إمكانيات الري موجودة. هذا علاش انطلقنا مشروع تاع بالنسبة للحبوب السقي الظرفي. احنا نعرف الحبوب يعني لازم الأمطار تجيك في آخرها جانفي باش تنبت، لازمك تاع مارس باش تطلع، وأفريل بداية ماي باش السبولة تعمر. هذه كل قادر نديرها أنا بدون من الله عز وجل. جات الأمطار صح ما جاش نرش المياه، ونتكلم عن المياه على تحلية مياه البحر. بالنسبة للمياه قدراتنا عالية على حسب الأرقام،
ندور في قدرات تاع 3 ملايير متر مكعب بغض النظر على تحلية المياه لها جاية، ما نصفيش منها 10%، يعني نستعملها ونرميها. الدول الأوروبية اللي عندها أمطار وعندها تولوج تعيد استعمال المياه المستعملة. احنا تصوروا يعني مليار متر مكعب نعاود ندخله في الفلاحة، واش غادي يجيب؟ تصبح أراضي المسقية عندنا ضعف اللي موجودة اليوم. مياه مطهرة غير ملوثة وغير ملوثة تصلح الفلاحة حسب الأخصائيين. وهذاك علاش من هذه السنة هذه والسنة المقبلة إن شاء الله كل محطات تصفية المياه تعاود تشتغل وتجيب مياه، يعني نخلي الماء نتاع تحلية مياه البحر نخليها ما شارب المواطن، والأخرى نصفيها وترجع للفلاحة. إذن هذا هو التكامل بين الري والفلاحة والصناعة، وننتج الجراد تاعي وننتج هذه وننتج الحصادة وننتج، باش كل واحد يلقى الضالة نتاعو في الاندماج الاقتصادي. كل هذا تحت إشراف إطارات سامية تاع الدولة، مهندسين وغيرهم إن شاء الله. إذن آفاق نتاعنا هذه هي. إذن بالنسبة لترقية الإنتاج الصيدلاني، إحنا معروفين اليوم في الجزائر، في إفريقيا أصبحنا نباهو حتى دول شقيقة كنا نستورد منها الأدوية. عندنا ما يفوق 200 وحدة صناعية، 200 مصنع للدواء، ويزيد يتقوى السنة هذه إن شاء الله. سنة 24 تزيد مصانع أخرى تدخل في الإنتاج. اليوم راني ننتج 70% نتاع حاجيات نتاعي، 70% من حاجياتنا في الأدوية رانا ننتجها. رانا وصلنا الإنتاج اليوم أدوية مضادة للسرطان تصلحها هنايا، الأنسولين رانا نصنعوها هنايا إن شاء الله. إذن الأمور دقيقة هذه. أما ما تبقى لما نقول أنا مصانع، مش مصانع تاع الدولة فقط، مصانع تاع الخواص الجزائريين، ومصانع كذلك اللي فيها شراكة بين جزائريين وأجانب إلى آخره. المهم أنها مستوطنة في الجزائر. فلاحة تبغي العلم، وما يخفاش عليكم بالنسبة لإخواني في الهضاب يعرفوا أن كل واحد يعطي رقم، كل واحد يعطي رقم، واحد يقول الثروة الحيوانية أنا سمعتها في عدة حكومات، وصل وزير من الوزراء قال عندنا 27 مليون رأس، واحد يقول 23 مليون، واحد يقول بالتحكار لا ببري. أول مرة درنا جرد واش عدنا لقينا 17 مليون، هذا هو الرقم الرسمي. إذن لا عندي سياسة اقتصادية ترتكز على تربية المواشي، ها هو الرقم اللي نركز عليه. كنا سنويا لما تجي الحصيلة تاع الحرث والبدر عندي أرقام شبه رسمية، 3 ملايين هكتار، والحصول المحصول نقسمه على 3 ملايين هكتار، نلقى بلي المردودية 15 قنطار في الهكتار ولا 16. لما درنا جرد حقيقي في كل الولايات بالدرون، ما هي الأراضي المحروطة والأراضي الغير لبور، وجدنا عمرنا محرطنا أكثر من 1,800,000 هكتار. 3 ملايين هذه خرافة، كما حكاية جحاو وحكاية الغول وحكاية إذن رانا ماشيين الفلاحة بصفة علمية. قال مزارع نموذجية، واش عندي فيها المزارع النموذجية؟ ما فيها حتى شيء نموذجي، فيها إنتاج من يجي وقت الدلاع دير الدلاع ولا دير البطيخ ولا دير ما نعرف، وراها النموذجي
وشو التأثير نتاعها في المحيط نتاعها. قلنا نراجعوا فيها تكون تخصيص حتى بالنسبة للإنتاج الزيوت الصناعية مثل أرجان ومثل غيرها. نوصل إن شاء الله. إذن أيتها السيدات الفضليات السادة الأفاضل، لما كان المواطن في صلب اهتمامات برنامجنا جعلنا من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة نبراسا لكل الجهود المبذولة من أجل تعزيز التضامن الوطني وتمكين الدولة من التكفل بجميع مواطنيها في ظل الإنصاف والمساواة. وقد أولينا عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراجعة شامل للضريبة على الدخل الإجمالي، هذه كنت التزمت بها في 2019، قلت في حالة ما يزكيني الشعب نلغي الضريبة على كل من لهم دخل يساوي أو أقل من 30,000 دينار، وهذاك ما صار. كان أول قرار عفيناهم من ضرائب، زدنا في الأجور، زدنا في المنح، والتزمت على أساس أن الأجور زيادة في الأجور بصفة عامة توصل إلى في بداية 2024 توصل إلى 47%، يعني اللي كان يخلص 3 ملايين واللي يخلص 5,800,000 ولا 6,000,000، بما يسمى بعبارة أخرى تقوية القدرة الشرائية نتاع المواطن. ونزيدوا تقوية القدرة الشرائية تجي كذلك بمحاربة التضخم، التضخم راه ينقص. أسسنا لمنحة البطالة باش ما يبقوش أولادنا جزائريين نخليهم في الطريق، يعني نسون كرامتهم بشي القليل، ربما 1.5 مليون سنتيم في الشهر ما لا تغني ولا لا تسمن ولا تغني من جوم، ولكن تسون كرامتك. بالنسبة لبعض الشباب بالنسبة في انتظار حتى نصيب لك واضح، لأن اهتمامنا كله في خلق مناصب شغل. سا سي دي بالياتيف، هذو خفف عليه الوطأة نتاع البطالة. الناس يعني وقع فيها كثيرات، قال كارثة اقتصادية وراهم داين البلاد وماشيين للحيط وما نعرف واش وكذا. ما في عامين يخلصوا البلاد، ما انهارت، اقتصادنا تقوى الحمد لله، وراهم 2,100,000. ماهيش الدعايه اللي كانوا طالقينها عليا وراء البحر وكذا، باللي الجزائريين 40% بطل، سي با فري، باب مفتوح. ربما الاداره ما تكفلش ب 5% ولا اخرين ولا 6%، ممكن، ولكن مش بالحجم اللي يذكروه هما. اذا الاقتصاد نتاعنا لازم نعاودوا نعرفوا، اقتصاد ارقام، اقتصاد ماهيش نظريات ولا فلسفة. اقتصاد 1+1=2، لا يساوي لا 1.5 ولا 3.5. ورانا ماشيين في هذا المنهج، منهج ما نقولش علمي ولا علماني، منطقي، نمشي المنطق في الاقتصاد مش النظريات. النظريات شفنا وين وصلوا، كل النظريات الاقتصادية ونوصلوا العالم بما فيهم النظريات الرأسمالية، بما فيهم الاشتراكية وغيرها وغيرها وغيرها. إذن نمشي مع واقع البلاد ونخفف الوطأ المواطنات والمواطنين في انتظار ما البلاد تصبح بلاد مصنعة مديرة للثروة للجميع وتحمي الجميع إن شاء الله. ما غير من دون 10 دول ولا 12 دولة الأساسية في
الاتحاد الأوروبي، أنا أقول لأوروب دو الوست، من غيرهم غير إحنا اللي عندنا علاوة البطالة، ما كانش دولة أخرى. منظومتنا الاجتماعية رانا نقوي فيها، نقوي في التضامن الوطني، نقوي في الإمكانيات نتاع التقاعد نتاع الشباب. حنا الدولة الوحيدة اللي عندنا نعطيه علاوة البطالة وعنده بطاقة الشفاء، رغم أنه بطال إلى مرض يمشي يعالج، عنده البطاقة تاعو اللي تسمح له باش يعالج. ونشوف أنا هنا نشكر النزاهة نتاع الشباب، ما بالغوش في طلب البطاقة ولا في بالطبع يعني دائما تلقى 1% ولا 2%، ولكن ما نقيسش عليهم، ماهوش هما النموذج. النموذج هو الأغلبية، تلقى 3% ولا 2% يحاول يدير عفسه كما يقول ولا يدير كذا، ولكن ما مقبولة. أنا فخور به وراني نقول فيها مش كرئيس. إن شاء الله افتخر بالجزائر كذلك، خلي الجزائر حقها تاني. تحية الجزائر، يعطيك الصحة. يضاف إلى ذلك مختلف الجهود المبذولة لتوفير مناصب عمل دائمة في مختلف القطاعات لاستكمال إدماج تدريجي. شوف ما النص مكتوب ولكن نشرح لكم أحسن. فيما يخص مناصب شغل، كان سي إبراهيم كان آنذاك وسيط الجمهورية وكان مكلف باش يدور في مختلف المناطق. وجدنا آنذاك في نهاية 2021 ما يقارب 950 مؤسسة اقتصادية مغلوقة. علاش مغلوقة؟ قرار محلي، ما عندوش رخصة الإنتاج، ما عندوش رخصة هذه، بلا ما يحترم رخصة البناء. يا أخي العقل يقول أن الآلات اللي موجودة في المصنع خلصناها، العملة خرجت، الآلات راها مركبة، المصنع تبنى، واش نمشي أنا باش نرضيك نمشي نكسر المصنع؟ سيبوا حل. وانتم وين كنتوا؟ أهل الكاف. المصنع هذا ما تبناش في أسبوع ولا أسبوعين، كنتوا راقدين ولا كنتوا ماشيين في الفلسفة دهن السير يسير، افهم روحك. يعني بقرار إداري محض تفتحوا الحمد لله، وتخلقت آنذاك ما يقارب 22,000 منصب شغل. يعني أمور بسيطة في بعض الأحيان، القرار السياسي لما ما يكونش صائب، ما يكونش مبني على غاية اقتصادية، يكون مبني على غاية سلطوية. هذا مش معناه باللي مسموح له باش يخترق القانون تاع البناء ولا لا. المصنع تبنى، السيد هذا ندير له خطية، ندير له قال عندك مليار خطية تخلصها في 5 سنين، ولكن افتح المصنع تاعك، ما 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 نديرش مساواة بينه وبين اللي يحترم القانون، ولكن ما نخليش المصنع مغلوق. فيه أمثلة وأمثلة وأمثلة. درسنا قضية ما يقارب 100 مصنع في منطقة صناعية في بليدة، 100 مصنع مغلوقة، قال لأسباب أمنية، لأن الأنبوب تاع الغاز يفوت ولازمني 150 متر. وما شفنا ودرسنا مع جماعة سوناطراك ومع اللي هم من الأمر، يعني المساحة الأمنية ممكن توصل إلى
50-70 متر أقصاها. في بعض البلدان فيه نماذج تاع 20 متر. افتحناهم اليوم راهم يخدموا 10 سنين هما جاهزين ومغلوقين لهذا السبب. وزيد وزيد وين البيروقراطية؟ وين وصلت بلادنا؟ إذن بالنسبة لنا الاقتصاد هو كل شيء، خلق مناصب شغل هو الشغل الشاغل نتاعنا باش ننقذ الجيل هذا اللي راه صاعد. يخلق المؤسسة الناشئة نتاعو، يخلق مؤسسة مجهرية، وإلا نسمح له أنا باش يصيب منصب شغل في مصنع من المصانع. هذاك علاش في بعض الأحيان ونزيد بصرا ما نذكرها اليوم، ممنوع 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 من عبات مهما كانت المبررات أنني نستورد الخزف ونستورد السيراميك. إنتاج باتنا وسطيف ووهرن وتلمسان وهذه يغطي كاع الحاجيات تاع الجزائر ويسمح لك باش تصدر. ممنوع الاستيراد بأي حال من الأحوال. الناس يقول لك أنا نخلو الاستيراد إلا لبعض الفنادق الفخمة. فنادق فخمة تفهم تولي زين ويصنعوا لك على الشبل لك سمونت ودراهمك، ادفع يصنع لك المواد الراقية لك طالبها، بالإضافة إلى تسوية أوضاع كثير من الموظفين كان مصيرهم مجهول في سنوات وسنوات، هما يعانيوا من عدم الترسيم ومن عدم كذا. مئات آلاف موظفين ودكاترة وأساتذة وكلهم استفادوا من الإدماج النهائي الوظائف تاعهم. إذن المشاكل الاجتماعية نطرق لها بكل حزم وكل قرارات اللي يطلبها الوضع، وما نخليش الناس يعانيوا ولا يكره بلاده لأن إنسان ما اداش حقوقه ولا كذا ولا هذه ولا خلاص. إذن حتى لما ممثلين الشعب يطرحوا مشاكل احنا ماذا بينا؟ ملفات تطرح، ملفات لا سب ولا شتم. قال سيد فلان قرار تاع الإدماج فلان ما استفادش منه، علاش علاش؟ ربما ما الوضع نتاعو ما يسمح للإدماج لسبب ما. تطلب الاستثناء، الاستثناء دائما ممكن، ولكن القانون العام ربما ما يسمحلوش بالإدماج. فيه كذلك المنظمات الدستورية اللي تنشأت واللي احنا فخورين بها، عندكم المجلس الأعلى للشباب، عندي ثقة عمياء في مجلس أعلى الشباب وتأسس على هذا الأساس. عندهم الواجبات تاعهم وعندهم السلطة تاعهم، وقلنا ونزيد نكررها باللي ما يفوتش نص لا في المجلس التشريعي ولا في مجلس الأمة، ما يفوتش نص يتعلق بالشباب بلا ما يبدو رأيهم ويعطوا تأشيرة يمر ولا ما يمرش. بالنسبة للمجتمع المدني نفس الشيء، راني نلملم في المجتمع المدني، هي بعبارة أخرى نسميه المجتمع المدني ولا نسميه الرأي العام، حنا نحاولوا نقوي قدراتنا في الإنصات للجمعيات والمواطنين، ولكن بصفة منظمة مش بصفة فوضوية. عندك جهاز تاعك تاع المجتمع المدني، تفضل بلغ الرئيس المرصد ولا عضو من أعضاء المكتب تاع المرصد وتفضلوا بخدم صفة نظامية فقط، حتى باش ما نخليش الوسواس الخناس يدخل في الوسط، لأنه هو نيته أخرى، نيته مش نيتك. إذن فيه مؤسسات اليوم اللي قادرة تتكفل بالشباب، تكفل بالمرأة، تكفل بالمعوقين، تكلف هذه. احنا ماذا بنا؟ كل جزائري وكل جزائرية يشعر بنفسه بانتماء تام لهذا الوطن.
نفس الشيء بالنسبة ما سميناه أنذاك مناطق الضل، 6 ملايين، أكثر من 6 ملايين جزائري عايشين في ظروف اللي المفروض تجاوزناها منذ الاستقلال. أطفال يعني 5 كيلومتر 6 كيلومتر في الريف، يمشي في الأوحال اللي تكون النو ولا الثلج والبرد، منين يرجع من المدرسة يحط المحفظة نتاعو وتعطيه ما يمشي يجيب الماء يسقي إلى آخره إلى آخره. الأمور هذه كنت أعطيت تعليمات وسخرنا أموال الحمد لله في بنسبة 80% تقريبا، 80% قرارات طبقت. اليوم كثير من المداشر والدواور عندهم الماء، عندهم الكهرباء، عندهم الغاز، النقل المدرسي يفوت يدي لهم أولادهم ويرجعهم، يغشوا في بعض الأحيان في بعض، ولكن أنا اضطريت مكرهاً مش راضي بها أني وقفت مسؤولين محليين من هذا السبب مؤخراً. ولا واحد راه يجبد من جيبه، ولا واحد تقول له مشيت شكيت بينا، ولا من يشكي إلا ما يشكاش للسلطة نتاعو اللي انتخبها، لما يشكي مشي للأمم المتحدة ولا ولا ما تعتبرهاش إهانة لك. أطل لو كنت قمت بالواجب تاعك ما يشكيش بك، بالعكس يشكرك في العالم. إذن المناظر هذه مش بصفة شعبوية. أنا شخصيا أعوذ بالله من قولت أنا ما نحبش تكون فيه جزائري عايش لباس به والجزائري محروم، والمحروم يكره الجزائري اللي عنده ويكره بلاده، وتزيد هذه الكراهية تزيد توصل من جيل لجيل. وناس متربصين به سفارات وغير سفارات يصطادوا في المياه العاكرة هذه. شوف واحد غضبان يرضيوه بشي اللي كان باش يولي معاهم، يولي خبارجي، يولي يكسر بلاده. إذا نخلي الشباب تاعنا فرحان بالأمجاد نتاعو، فرحان بالشهداء نتاعو، فرحان بالوطن نتاعو، ولكن سد الحاجيات نتاعو لسميك أقل شيء ممكن. وهذاك علاش مبدئيا شخصيا مبدئيا، وكان دائما المبدأ نتاعي منذ بديت منذ التخرج نتاعي بأدنى مسؤولية، عمري ولا تخليت على مناطق الضل، ولا تخليت على البناية التصديرية تخوفا من هذا الشيء. مثل ما قلتها اليوم في 2014-2015 كنا في العاصمة هنا قضينا على ما يقارب 54,000 عائلة رحلت إلى منازل محترمة، لأن الطفل اللي عايش في بناء قصديري في السخانة المرض الحمان الناموس، في الشتاء البرد والأوحال، زائد الأمراض الأخرى اللي يشوفها بعينه في مناطق لا قانون، هذه كيف بغيتو يكبر يحب الجزائر؟ إذن يمشي المدرسة الصباح عيني حمر ما رقدش، ما عندوش إمكانيات باش يراجع، والآخر اللي ساكن في سكنة محترمة ماهيش فيلا ولا محترمة عادية، عنده وين يراجع، عنده الكهرباء، عنده الماء، عنده كذا. ما نخليش هادو أطفال الجزائر يكرهوا بعضهم بعض، نحاول نرفع من مستوى كل واحد بالإمكانيات المتاحة لنا. ولا واحد قال نرجعوا الجزائر جنة، ولكن الجزائر عمرها ولا نقبل لها باش تكون جهنمة لأي واحد. إذن هذه هي الحوكمة الحقيقية، وهذا الشيء اللي لازم نتطرق له من خلال القرارات.
قرارات سياسية، قرارات اقتصادية، قرارات اجتماعية. نأخذ بعين الاعتبار أن الجزائري كامل الحقوق من تيمياوين حتى الحيدر. نقول تيمياوين، نقول تازروق، ولا نقول برج عمر دريس، ولا نقول الجزائريين كلهم سواسية. رفعنا كذلك، حاولنا نرفع قدرات التعليم، لأن التعليم هي القاطرة الحقيقية للتنمية. اليوم علاش البلاد راها تتقدم بسرعة؟ لأن الشباب تاعنا كذبوا كل تكهنات سلبية، بالأخص نتاع ما وراء البحر. مهندسين، نوابغ في الروبوتيك، في هذه في هذه في هذه، نسمح لهم أنا باش يتنموا، حتى ولو غدوة يسافر للخارج، سافر الخارج، لأن أنا ما معرفش نشدو، وربما والديه ما خلاوه ما يقدرش حق التقدير تاعله، ولكن التكوين يخليه ربما في ظرف قصير عاود يرجع لبلاده. المهم أن نكون الإطارات تاع البلاد باش هما اللي يتولوا مصير هاد البلاد مستقبلا. وصلنا الحمد لله، رغم الشيء اللي محاجيات يحاجيوها على الجزائر، جماعة خلوه هنا الجنة، خلوه غير معطوبين وكل شيء مكسر ومداشير محروقة. في 1965، 3 سنين بعد الاستقلال، كان عدد الطلبة ما يفوتش 800,000 طالب. اليوم رانا الحمد لله 1,700,000، والتخرج السنوي يدور حول 250,000. وين كنا وين أصبحنا؟ 250,000 لما تتاح لهم الفرصة باش يبنوا البلاد، يبنوها بعلم. اليوم فيه مهندسين في السكر الحديدية، فيه مهندسين في الصيدلة، فيه مهندسين في الميكانيك، فيه مهندسين في الروبوتيك والذكاء الاصطناعي، وفيه. وعلى هذا الأساس اللي انشأنا اليوم، احنا عندنا ما يقارب 100 جامعة ومركز جامعي، وفخورين بها. ما نذكرش اسم بعض الولايات، من بعض الولايات كان ولادها باش يمشوا للثانوية يدروا 640 كيلومتر. باجي مختار كانت ما كان ما عندها كانت ما كانش اللي يعرفها كاع. تهضرش على باجي مختار، باجي مختار نعرفها خير من كل جزائريين بما فيهم انت. على ذكر باجي مختار، اول مره مشيت انا شخصيا كوالي اضرار، مشيت لباجي مختار في 83، كانت فيها 100 دار تاع طوب، وفيها خيام تاع اللاجئين اللي جابهم الجفاف من دولة مجاورة والجيجيف. كانت ملحقة بلدية تابعة الرقان، يعني ملحقة بلدية، البلدية موجودة في 750 كيلومتر، وباش توصل لمقر البلدية خصك تقطع كاع صحراء تنزروف. ما فاتش عليا 9 أشهر طلعتها بلدية، وزدت طلعتها دائرة، وتيحت لي الفرصة أنك رئيس طلعتها ولاية. إذن ما تهضرليش على باجي مختار، نعرفها جد المعرفة. إيش صحت إن شاء الله إن شاء الله. هكا هذا هو الكلام الحلو، هذا هو الكلام الشجع. إذن باجي مختار أول فراج اللي درناه، لأن هذا كنا نديره في مطار بالتيف، الماء كان يجيها بالسيترنا من تيمياوين. اليوم وراها تيمياوين وراها برج باجي مختار. إذن
المراكز الثقافية، المراكز الجامعية هذه تنشرت والحمد لله. اليوم تمشي للجلفة ولا تمشي للبشار ولا تمشي للأضرار ولا تمشي لولايات أخرى، فتية، مغير وغيرها، حاولنا نوزع المراكز أو ملحقات لكليات الطب. احنا نعرف التقاليد هذه هي في بعض الأحيان يصعب على الآباء باش يخلوا البنت تمشي وحدها للعاصمة ولا كذا، جبنا لها القراية حداها، تخرج طبيبة في الدوار كاع اللي بغات، وتفيد الناس وتفيد روحها. إذن البلاد راها تتطور، ما نبقاش في النماذج لما نوصف بلادي نوصفها بأوصاف بائدة، أكل الدهر عليها وشرب وغسل يديه. البلاد راها تتطور، تتطور الأضرار نسيلة باتنا بسكرة تيزي وزو، تيزي وزو نعرفها قرية بقرية. ما نبغيش نذكر الأماكن لأن ما نفضل حتى واحد على واحد، ما كاع جزائريين، ولكن التجربة في بعض الأحيان تخليك تذكر أماكن وما تذكرش أماكن أخرى. ما سي با مش تفريق بين المواطنين ولا لا. المهم أنا الكلام، صلب الكلام هو أن بلادنا راها تتقدم، راها تتطور، بلاد راها تتطور. لما نتكلم على بعض الولايات في الجنوب ربما تضحكوا، ولكن كانت طيارة نور أطلس ترفد 20 مقعد، من يجي الصيف الإقلاع نتاعها صعيب، تفوت الباسكول في المطار، تهز الناس على حسب الميزة نتاعهم. إلا كان كنت كذا ما عندك حتى حظ باش تركب في الطيارة. يدو في بلاصتك يدو زوج ولا ضعاف. هذا واقع، أنا عشته واقع. إيه اليوم الحمد لله طائرات وحجاج تمشي من هذه الولايات الحمد لله، الحمد لله ونشكره الخيرات اللي أعطاها لنا، أعطاها لهذه البلاد هذه. إذن لازم نحب بلادنا، هذا هو حب الوطن من الإيمان. إذن كل القطاعات ربما ما نصرتش كاع القطاعات، ولكن لا بالنسبة للتعليم العالي ولا بالنسبة للتكوين المهني ولا بالنسبة للسياسة الخارجية نتاعنا، انتم راكم عارفينها. ربما لا سمحتوا لي نعطيكم، ما نعطيهم يطبعوا الخطاب وقروه بتأني، عوض ما نلقيه مكتوب هكا كامل، لأن هذه فرصة باش نتحدثوا مباشرة مع بعضنا بعض. انتم كنتوا شايفين أن الجزائر كانت تداس بالأقدام، أمور صارية في حدودنا وما عندنا فيها حتى دخل، ما يشاورونا، ما يديروا على كلامنا، حتى إذا شاء ما يديروش على كلامنا، ما يديروش. اليوم لا، الأمور تعكست. اليوم الجزائر صوتها مرفوع وصوتها مسموع في كل المحافل الدولية، كل المحافل الدولية. فضل ربي سبحانه، فضل الرجال اللي هم يناضلوا، ما زالوا يناضلوا كما السياحة. جاهد في 54 وما زال يجاهد. إذن بالنسبة للسياسة الخارجية نتاعنا،
احنا ندافع بشراسة على مبادئ سياسية نتاعنا تاع ثورتنا ومبادئ وقيم تاع البشرية اللي مبنية عليها البشرية، وما نتخلاش على الدول الضعيفة. هذا هو قضية الصحراء، قلنا قضية تصفية الاستعمار، قضية الصحراء ما هوش كره في أشقائنا المغاربة ولا الواقع، هذا هو ملف الصحراء الغربية مازال على طاولة لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة. نهار اللي يفصلوا فيه الله يسهل عليهم. قضية فلسطين، احنا مع فلسطين، وقالها الزعيم الراحل رحمه الله ظالمة ولا مظلومة، وما هو شيء جديد بالنسبة لنا من وقت سيدي بومدين الغوت، من وقت صلاح الدين الأيوبي، وإحنا مرتبطين فلسطين، مش شيء جديد علينا. ما يجوش دول أخرى يقول لك الجزائري، إحنا ارتباء عنا الشهداء تاعنا تما. في 48 مشاو الجزائريين متطوعين رغم الاستعمار واستشهدوا تما. عمرنا ولا تخلينا على فلسطين وما نتخلاش عليها. ما نتركش فلسطين الهمجية اللي راها فيها اليوم. غزة وصلت عار على البشرية، مش إلا على الدول العربية ولا على البشرية كلها. 10,000 طفل ما عندهم حتى دم يقنبلوا فيها بالطائرات وهذه، وتزيد رغم المعاناة رغم هذا تحاول دير لي سايس بيكو جديد، رحل هذا منا وهذاك جيبوا منا وهذه شطرنج. لا قبل احنا نمشيو من راى منكم منكرا فليغيره. بيده فان لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه وهو اضعف الايمان، اضعف الايمان. اذن احنا يشاورونا ولا ما يشاوروناش، بالنسبة للقضية الفلسطينية الموقف تاعنا واضح وضوح الشمس وما نتخلاش عليه، ويبقى هذا هو إلى أن يرد الله الأرض وما عليه. إذن بالنسبة للمواقف الأخرى التحررية وغيرها، واليوم احنا نفتخر أن تقريب شبه إجماع على الجزائر لاعتلائها منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن. وأمامكم ثم منتخبي الشعب نشكر شكر جزيل كل 184 دولة اللي صوتت علينا. خلوا 4 دول فقط، ما الاخرين كل صوتوا على الجزائر، وهذا شرف للجزائر هذا الاجماع هذا. اذا نلعبوا ان شاء الله دورنا في مجلس الامن لصالح الاشقاء ولصالح الافارقة ولصالح الامه العربيه. نتمنى ان شاء الله الخير لبلادنا، نتمنى نواصل مع بعض ان شاء الله بناء هذه الدولة شاهدة على الأحداث. الجزائر بنت التاريخ، الجزائر خلقها التاريخ، أولادها كانوا في مستوى التاريخ. العزيمة ثم العزيمة ثم العزيمة. الناس اللي تقدر المواقف بالقوة العسكرية ولا القوة، احنا جدودنا وعمامنا
علمونا أن الإرادة تتغلب على كل شيء، والإيمان يتغلب على كل شيء. شوف أنا في الثورة المباركة نتاعنا، ناس ماشيين للشهادة هو فرحان، فيه ناس قال احنا واش هذه فرنسا كي نديروا نخرجوها دبابات وطائرات وحنا ما يمكا واحد صيد وخرجت، لأن العزيمة تاع الرجال هذه هي ما قدروش يشروهم. نواصلوا، احنا فخورين بالمنهج اللي اختاروه لنا شهداءنا الأبرار. وفي الأخير إن شاء الله ربي يعطينا الصحة الكافية إن شاء الله. ما نكملش التدخل تاعي بدون ما نذكر ناس عزاز علينا وعزاز عليكم، هو أكبادنا لها في الخارج، أولادنا جالية جزائرية في الخارج. أنا حاولت باش نرسخ تقاليد أينما حليت في أي دولة نمشي لها، لازم نتلاقى مع الجالية تاعنا أولا. أعطيت تعليمات صارمة للسلك الدبلوماسي تاعنا والتكفل بها ومشاكلها، وطلبت باش كل سفارة تخلق هيئة تاع محامين للدافع على مصالح أولادنا في الخارج. وفي رمضان إن شاء الله نجيب الأولاد نتاعهم في الراحة هنا كولوني فاكونس، وفي رمضان باش نخليهم يتواصلوا مع الوطن تاعهم نوعدهم بتخفيض تاع 50% في التذكرة. باسمكم جميعا باش يجوا يفوتوا رمضان مع اهاليهم هنا، وبالاخص ان الوضع الاقتصادي اللي هي اصبح صعيب. إذن تحية الجزائر حرة أبية صامدة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.